ليا كثير من أصدقائي زراعيين ما كانت تأتي سيرته في وسطهم إلا وكانوا يقدرونه جدا، وهو جيل أكبر منه سنا، وبالتالي لا أعتقد أن أصدقائي الزراعيين المحترمين الكبار وبعضهم توفى وبعضهم لسه عايش أخطأوا عندما قالوا لي قبل ما أتشرف بمعرفته من هو الدكتور محمد فريد. بالتالي لن أقول أكثر من ذلك، بس عايز أقول طلبتنا كمجتمع رجال الأعمال وإحنا صغيرين وأنا طالب بيقولوا لنا مصر بلد زراعية، تعودنا إن مصر بلد زراعية، وتخرجنا من الجامعة ومصر بلد زراعية. النهاردة أعتقد أن الزراعة ما بقتش من أولويات مصادر الدخل في مصر، وإن كان بعد الثورة بتاع 25 يناير وما تبعها وانهيار السياحة وانهيار الصناعة وانهيار التشييد الذي سند مصر هو الحاصلات الزراعية وتصديرها والمنتجات الزراعية المصنعة وتصديرها. فوقت اللزوم الزراعة قامت بالعبء المطلوب عليها ومساندة القطاعات الأخرى التي تضررت في الظروف. كنا بنتكلم على موضوعات الزراعة والأولويات وخلافه، وإن إحنا القمح اللي إحنا عندنا فيه نوع من النظرة العاطفية الشديدة، لأن القمح زيه زي الذرة زي الرز زي باقي المحاصيل، يعني مش معنى القمح هو اللي بنحتاج إن إحنا نتكلم عليه كتير. لكن في الحقيقة إن القمح في أربع دول في قطب البحر المتوسط مستوردة صافية للقمح، إسبانيا أولهم، يليها إيطاليا، يليها وللعجب الجزائر، ثم مصر. دي وفقاً لإحصائيات الفاروق الأخيرة. فمصر ما هياش بدعة بأنها تستورد القمح، لأن القمح بيتزرع على المطر في حجام معين في العالم وبيتوزع منه على بقية العالم، وبالتالي تكلفة زراعته بالري والتسميد والعمالة المكثفة قد تكون عالية رغم أهميتها. بس دي ملحوظة على التقديم اللي حصل. وبعدين نيجي للموضوعات اللي المفروض إن أنا أتكلم فيها. برضو يصعب عليا إن أنا أتكلم على استراتيجية التنمية الزراعية المتوسطة لسنة 2030 في وجود الأستاذ الدكتور علي اللي هو صاحب هذه الاستراتيجية حقيقة. يعني كل الناس اللي بتتكلم بتقول انهم ساهموا فيها، وكلنا بنقول ان احنا ساهمنا فيها، ولكن المحرك وراء هذا الموضوع كان الدكتور علي المتجي. واعتقد ان انسب واحد يتكلم في الاستراتيجيه دي اللي احنا ما زلنا شايفين انها واجب تطبيقها هو الاستاذ الدكتور علي المتجي. واتمنى ان يكون في فرصه ان احنا نقعد ونسمعه عنها، نسمعه بيتكلم عنها تاني، ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن انها تكون مستجدات وتحتاج لتعديلات، وايه الاسلوب اللي يخلينا نقدر ننفذها ونطبقها ونعمل لها المراقبه والمتابعه اللازمه. لكن لو حاولت ان انا اختصر نظرا لاني كلفت بذلك، فاسمح لي تعالى ان انا لو غلطت في حاجه تصلح لي، وإن مفيش داعي للمبالغه. اولا ان مؤكد ان في اهداف استراتيجيه موجوده من الانتاج الزراعي واستغلال الاراضي والانتاج الحيواني. اول حاجه فيها هي تحسين مستوى معيشه السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي. ثاني نقطه استخدام المستدام للموارد الطبيعيه سواء كانت الارض او المياه وما يتضمنها ايضا من الموارد الاخرى. ثم تطوير الإنتاجية الزراعية بوحدتي الأرض والمي، يجب إن احنا نصل إلى أعلى إنتاجية من المتر المربع ومن المتر المكعب. تمويل بالإضافة إلى إحنا نحط هيكل. فعلاً قدرنا نحصل على تمويل من الإيفاد بمبلغ جيد حوالي 200 مليون دولار. حصلنا على تمويل من البنك الدولي بمبلغ 100 مليون دولار. حصلنا على تمويل من المنحة الفرنسية ب 50 مليون دولار، وجمعنا مبلغ يعادل تقريبا 400 مليون دولار، على ان هذا المبلغ
يبتدي ياخد ما انجزته وزاره الموارد المائيه والري من تطوير الترع الفرعيه ونطور المسعى والمروه ونجمع المزارعين الموجودين في احواط بحيث انهم نعمل دوره زراعيه جيده ويكون في نظم متطوره للري الحقلي. التسويه بتاعت الاراضي الزراعيه تكون بالليزر ونستخدم فيها الجيتد بايبس ونستخدم فيها انواع الري المشابهه اللي تقدر انها تحسن من كفاءه استخدام الميه من غير ما تعمل تاثيرات ملوحه في الارض الطينيه. وفي الاراضي اللي بيزرع فيها الخضروات او الفواكه فتكون الري بالتقطيط او الري بالرش سواء كان منخفض الضغط او المرتفع الضغط حسب نوعيه الزراعه. وفي تفاصيل كتير قوي في هذا الموضوع.